حسن مسؤول تجاري دار الزعفران، يعني المسؤول التجاري بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي دار الزعفران. أنا ولد المنطقة، يعني ولد فلاح، ولد تاليوين. جات هذه المجموعة ديال مجموعة ذات النفع الاقتصادي دار الزعفران من خلال انطلاقا من واحد العدد المشاكل اللي كانوا كيعانوا منها التعاونيات في المنطقة، مشاكل في التسويق وفي التسيير، ولكن من بعد جاو واحد العدد متدخلين اللي ساعدونا في هذا الاتجاه. هذا كاين الوسائل اللي كانت باش نتواصلوا مع الناس، يعني في المعارض، سواء المعارض ولا في التواصل عبر الانترنت، يعني كاين الوسائل اللي كنتواصلوا بهم اللي هما يعني مكونين من واحد العدد ديال لي بروشير، من واحد ديكايين اللي كيشرحوا هذا المنتوج ديالنا حنا، يعني لا بروسيدير باش كنخدموا حنا في هذا المنتوج هذا. يعني حاولنا باش اننا نبسطوا هذه المسائل هذه باش انه الناس يفهموا هذه المسائل، يعني بطريقه اللي هي سلسه وبطريقه اللي هي مضبوطه. وفيما يخص لي زيتيكيت ديال لومبالاج، كانوا لي زيتيكيت اللي هما شويه يعني ما مقبولينش، الا قلنا لحد الحد ما مقبولينش. خدمنا على لي زيتيكيت مع البروجي اللي دخلنا فيهم انهم مشاركه بيناتنا، يعني قدينا باكسبير، يعني جابوا لنا اكسبير هو اللي صوب لي زيتيكيت، خلنا حتى فاليديناهم عاد خرجوا وعجبوا الناس زعما، ولات كتباع بطريقه اللي هي مزيانه. المتمنيات ديالنا انه جميع الفلاحه يعني ديال المنطقه انهم يحاولوا باش يدخلوا للتعاونيات، ومن خلال التعاونيات انهم يدخلوا للجروبمون ديال دار الزعفران، سواء تاليوين سواء تزنخت، يعني انه دار الزعفران تولي واحد بورصه حقيقيه ديال هذا المنتوج هذا، باش انه نحاولوا باش نتخلصوا من ذاك التبعيه ديالنا للسوق، الوسطاء اللي كيحاولوا باش انهم يهلكوا الفلاح بالاثمنه اللي هي بخسه جدا، يعني ما كتوصلش للمستوى ديال ان ديك الاثمنه اللي خصها تتباع بهم داك الزعفران. هذا هو المتمنى ديالنا، وكنتمنوا ان نوصلوا ليه ان شاء الله، عما قريب ان شاء الله.